أهلا بيكو في الفيديو الرابع من محاضرة مصادر التعليم والتعلم. في الفيديوهات اللي فاتت اتعرضنا لهي ايه مصادر التعليم والتعلم بشكل عام، وابتدينا بعديها نتكلم عن الكتب كمصدر، وبعدين اتكلمنا عن المقالات كمصدر، وفي الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفيديوز كمصدر. هنا الحقيقة طبعا ما نقدرش ننسى أهمية الفيديوز كواحدة من الحاجات اللي وفرتها لنا الانترنت بشكل عام. يمكن بعضكم ما شافش الدنيا من غير انترنت، لكن الحقيقة اللي شاف الدنيا من غير انترنت هيعرف قيمة الكونكتيفيتي اللي موجودة فعلا دلوقتي، وقد ايه بالذات الفيديوز اللي كان صعب جدا ان احنا توصل لنا ونجيبها ونعرف منها معلومات، ازاي دلوقتي بقت سهله وموجوده في كل حته ونقدر نجيب معلومات كتير منها لما نلاقي المصادر المفيده. خصوصا هنا ان الفيديو انت ممكن تستخدمه كماده تعليميه مباشره، ممكن تاخده تحطه في جزء من المحاضره بتاعتك او جزء من الدرس بتاعك، الناس تتفرج عليه وتسمعه وبعدين انت تتعلق عليه، او حتى تستخدمه لنفسك تتعلم انت منه مادة علمية جديدة، حاجة ما كنتش تعرفها قبل كده، او نقطة معينة ما كانتش واضحة بالنسبة لك او نسيتها بتراجعها من خلال الفيديوهات. غالبا لما بنتفرج على فيديو واحد بيتكلم وبيستخدم مادة علمية كويسة او مادة مساعدة كويسة، عادة الفيديو ده بيبقى مفيد لينا ونقدر نتعلم منه بشكل سريع. برضو من ضمن المميزات بتاعت الفيديو ان الفيديو عادة برضو قصير وقصير قوي، فبالتالي بيتكلم عن حاجة محددة صغيرة، مفيش فيه لف كتير. يوجوالي الفيديوز بتاعت المحاضرات لما بتطول الناس بتزهق، يعني لما ببقى قاعد لايف في الليكتشر والمحاضرة بتطول الواحد بينام، فما بالك بقى لما يبقى فيديو وباسيف، انت قاعد بتسمع لكن مش قادر تانتر اكت، ودي واحد من عيوب طبعا المادة العلمية دي. المهم المادة العلمية هتبقى مباشرة وقصيرة وتو ذا بوينت. مع ذلك الحقيقة برضو لازم الواحد يعترف ان للأسف ان الكريديبيليتي بتاعة الفيديوز منخفضة جدا جدا جدا. يعني انت النهاردة بتتفرج عليا، بتتفرج على واحد اسمه محمد توفيق بيديك محاضرة في Training of Trainers. مين اللي قال لك محمد توفيق كلام اللي بيقوله ده يستحق ان انت تثق فيه؟ دي نقطة مهمة جدا. انت لو متعرفنيش شخصيا او متعاملتش معاه شخصيا او محدش قال لك انه درس تحت ايدي مثلا في يوم من الايام، اللي يخليك تعرف ان الكلام اللي بيقوله ده له قيمة؟ دي نقطة خطيرة جدا. النهاردة كمية الفيديوز اللي بتترفع على يوتيوب بس بمئات الساعات بتترفع كل دقيقة. النهاردة كمية التراش، كمية الجنك اللي موجودة في الفيديوز لا حصر لها، صعب جدا ان انت تنقي الفيديوز تاخد الكويس وتسيب الوحش، الا اذا كان عندك معرفة مسبقة بالمادة العلمية دي. النهاردة يوم لو انت تسمع عن Training of Trainers او شفت فيه كورس قبل كده او سمعت بعض المحاضرات منه قبل كده وبعدين جيت تفرج على الفيديو بتاعي، اقول له الراجل ده بيتكلم كلام شبه اللي احنا قلناه، او تكون درست حاجات متصلة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فلما تيجي تسمعني تلاقي الكلام والله الكلام ده متناسق مع اللي تعلمناه في الكورس الفلاني واللي تعلمناه في الكورس الفلاني، يبقى غالبا الرجل ده يستحق ان احنا نثق فيه. لكن من غير ما يبقى عندك الخلفية اللي تقدر تحكم بيها عن انا بقول لك حاجة عليها القيمة ولا لا، استحسن ان انت ما تسمعنيش. ليه؟ لان انت ما تعرفش انا مين، ما تعرفش ايه الكلام اللي بقوله يستحق ان انت تنصت ليه ولا لا. وده برضو يخلينا ندور دايما على sources of credibility. الفيديوز بشكل عام ما بتديش عمق. يعني النهاردة قاعد بتكلم معاك ومهما حاولت ادخل معاك في العمق هاخد وقت طويل،
انا لما الفيديو بتاعي بيعدي الربع ساعة انا ببقى متضايق. ليه؟ لان انا عارف ان الناس عادة ما بتكملش الربع ساعة وهي بتتفرج على الفيديو، يبقى انا المفروض احاول اكلمك في 5 دقايق بالكتير 10 دقايق، علشان لما تتفرج على الفيديو تتفرج عليه كله، وبالتالي تاخد معلومة متكاملة. ده يجبرني برضو ان انا مقدرش ادخل في العمق، صعب جدا ان انا اقدم حاجة فيها عمق علمي الا نادرا وتحت ظروف خاصة. وبالتالي هنا الفيديوز ممكن بتديني الفكرة بشكل سطحي. هنا بقى نرجع لكمية التراش والكريديبيليتي. ولما كلمتك عن لما تيجي تتفرج عليا تجيب الكريديبيليتي منين؟ مع ذلك لازم تبص. طب والله انا اقدر اعرف حاجة عن البني ادم اللي قدامي اللي بيدي المحاضرة ده؟ لو تعرف تجيب معلومات عنه ساعتها والله تشوف انت تقيم بقى الراجل ده فعلا له تاريخ يستحق من خلاله ان انا اسمع له او ملوش، وبالتالي لما اسمع له اكون حريص ان الكلام اللي بيقوله ممكن يكون فيه حاجات. كمان اضف الى ذلك، يا ترى انت فاميليار بالتوبيك ولا لا؟ لو انت مش هتدور على تاريخ محمد توفيق بتروح تبص على انت نفسك تعرف الموضوعات دي ولا لا، عشان ما يبقاش في اعادة للكلام اللي قلناه من شوية. في الاخر احنا بندور على اهمية، او بحاول هنا انبهك لاهمية ان انت تدور على المصادر اللي انت بتاخد منها. ان شاء الله نتكلم بقى في الفيديو الجاي بتاعنا عن السلايدز كمصدر من مصادر المادة العلمية. في الفيديو بتاعنا ده اتكلمنا عن الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت. طبعا انا قلت يوتيوب، بس في اكتر من مصدر تاني غير يوتيوب. عندنا مثلا حاجة اسمها فيزمي، مش انا نسيت، انا ما بستخدمش غير يوتيوب الحقيقة، لكن لا في مصادر تانية كتير. وطبعا المصادر بتاعت الجامعات اللي رافعة على الويب سايتس بتاعتها، يمكن حتى MIT رافعة على يوتيوب، لكن مازال برضو يوتيوب مش هي الوحيدة. فلو دورت ولقيت جامعات او مصادر موثوق فيها ابتدي حاول تشوف الفيديوهات بتاعتها وتنزلها. المرة الجاية او في الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم بقى عن السلايدز، ونحاول برضو نشوف ازاي نقدر نستفيد منها في تحضير المادة العلمية بتاعتنا. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.